واحد يقول انا شاب عمري 26 عام قد نذرت الرهبنة بعد التخرج والاعفاء من الجيش، وقد تم ذلك لكن لم انفذ النذر، يعني اتخرج وخرج من الجيش ولم انفذ النذر نظرا لاني بعمل الان في احدى شركات التامين ويشغل بال الشيطان بملذات الدنيا وحلاوتها، ولكن يسيطر على عقلي وقلبي نازل للرهبنة. انا محتار وخايف من مشاهدي سلسلة، ما دام نزلت الرهبنة يبقى اتذكر الآية اللي دايما بقولها لكم في سفر الجامعة 5:5، خير لك انك لا تنذر من ان تنذر ولا تفعل. واللي اتجوزت هتقعد طول عمرك تعبان في حكاية النذر. وفي يوم من الايام اختلفت مع مراتك تقول ما انا اصل زيجتي غلط من اولها لان انا كنت نادر. اما كون ان الشيطان بيشغلك بملاذ الدنيا دي لازم تنتصر على الشيطان سواء تتجوز او ما تتجوزش، لان ممكن لما تترعب ان الشيطان يخش لك جوه برضه. فكرك الشيطان ما يخش جوه الدير، ما يخش اوت. نصيحتي ليك انك تتوب، مش كمان ربنا سمح لك انك تشتغل في شركة مرتبها كويس ومتقعد سابح في ملذات الدنيا، لما دي ممكن تضيعك. يقول ملذات الدنيا وحلاوتها، ما دام عرفت ان في حاجة حلوة في الدنيا يبقى الرهبنة مش هتنفعك ابدا ابدا الا لو تبت واصبحت الدنيا دي كلها بحلاوتها كأنها صفيحة زبالة ما تزيدش عن كده.